لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى وأجمل بنات في الدنيا. النهاردة يا بنات بإذن الله هنعمل وصفة جميلة جدا لتبييض وتعطير منطقة المهبل، وصفة ممتازة بمكونات بسيطة جدا إن شاء الله بإذن الله تعجبكم. بتعمل تفتيح دوري وفوري وتفتح بتعمل تفتيح دائم إن شاء الله للمنطقة الحساسة. هنعمل مع بعض الكريم اللي انتوا شايفينه ده إن شاء الله. يلا بينا، خليكي معايا لآخر الفيديو عشان تشوفي أنا عملت الكريم الجميل ده لتفتيح وتبييض المنطقة الحساسة. كلنا هحتاجه ان شاء الله النهارده في الوصفه بتاعتي اي كريم مرطب عندك، سواء كريم نيفيا او كريم جلايسوليد، يعني اي نوع كريم عندك ان شاء الله باذن الله هينفع معانا في الوصفه بتاعتنا دي. اما تاني مكون هحتاجه معايا النهارده يا بنات هي حبوب الريفو او الاسبرين. لو مش متوفر عندك الريفو او الاسبرين ممكن تجيبي حبوب البنادول، برضو ممتازة جدا في الوصفة بتاعتنا دي. المهم تكون المادة الفعالة بتاعت الاسبرين او الريفو هتجيبيه من الصيدلية. هناخد 4 حبات بس من الاسبرين او الريفو وهتطحنيهم كويس جدا عشان يبقوا معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. واخر مكون هحتاجه معايا النهارده هنحتاج معلقه واحده من ماء الورد، ولو عندك ماء ورد الماسكات عادي جدا، لو ما عندكيش ممكن تستخدمي ماء الورد العادي خالص اللي احنا بنستعمله. اي ماء ورد يا بنات هينفع للوصفه بتاعتنا ديت. يلا بينا بقى دلوقتي هنعمل الوصفه مع بعض ونقول هنستخدمها ازاي لتبييض وتعطير منطقه المهبل، وان شاء الله تبييض فوري ودائم. هنجيب الطبق بتاعنا وهنضيف معلقة الكريم، اي نوع كريم عندك زي ما قلتلك يكون مرطب للبشرة بالشكل ده. وهبدأ اضيف عليه الـ4 حبات اللي انا طحنتهم، 4 حبات من الاسبرين او الريفو، هبدأ اضيفهم بالشكل ده. وهضيف برضو معايا هنا معلقة واحدة ماء الورد اللي احنا قلنا عليه، هضيف معلقة واحدة بالشكل ده، بتعمل تعطير جميل جدا يا بنات لمنطقة المهبل، وبتعمل تفتيح رائع جدا جدا. المكونات دي لما نمزجها كده مع بعض هتديك نتيجة هايلة جدا وتعطير لمنطقة المهبل ان شاء الله. بنقلبها كده زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقت الوصفة معايا يا بنات جاهزة ان انا استخدمها. هنستخدمها ازاي؟ طبعا هنغسل المنطقة كويس جدا بالماء الدافئ وبالصابون، وبعد كده قبل النوم ان شاء الله هتاخدي مسحة من الكريم ده وتدهني المنطقة الحساسة ومنطقة البيكيني لو عندك اسمرار برضو ما بين الفخدين. الوصفة دي ممتازة جدا جدا، بتعمل تبييض للمنطقة وبتخلي يعني بتعمل تبييض بإذن الله فوري ودائم ان شاء الله. الوصفة تعجبكم، ولو عجبتكم الوصفة يا بنات ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشيروا الفيديو لكل اصحابكم على الفيسبوك وجوجل بلس واتساب. وان شاء الله انتظروني في وصفات جديدة كل يوم مع جيجي للوصفات الطبيعية. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.